أكد أمين عام هيئة الاستثمار فريدون حرتوقة أن الأردن يأمل في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري الكويتي في المملكة. وقال حرتوقة خلال استقباله وفدا صناعيا وتجاريا كويتيا في مبنى الهيئة إن الاستثمارات الكويتية تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات العربية في الأردن. وأكد حرتوقة على ترحيب المملكة وحرصها على فتح الأبواب أمام المزيد من الاستثمارات الكويتية واستعداد هيئة الاستثمار لتقديم التسهيلات اللازمة كافة لها. جاءت الزيارة اليوم للهيئة من قبل الوفد الكريم لعدة أسباب. السبب الأول نشرح لهم عن الهيئة ودور الهيئة في جذب الاستثمارات وفي خدمة المستثمر ومتابعة قضايا المستثمر والعمل معه كبيت للمستثمر لإنجاح الاستثمارات من بدايتها وخلال إقامتها وما بعد إقامتها. هذا من جانب. من جانب آخر أيضا عرضنا لهم مجموعة من الفرص الاستثمارية المشاريع اللي قابل للتطبيق بمختلف القطاعات ومختلف المناطق، سواء كانت داخل عمان أو داخل المناطق التنموية والصناعية مدن الصناعية أو حتى في العقبة. للوقوف على هذا الموضوع معنا رئيس وفد رجال الأعمال الكويتي ومدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية السيد عبد الكريم تقي. أهلا بك سيد عبد الكريم. بعد هذه اللقاءات التي حصلت مؤخرا خلال هذه الزيارة، هل هناك نية للإعلان عن استثمارات كويتية جديدة في الأردن وبالتالي رفع حجم الاستثمار الكويتي الذي يبلغ 18 مليار دولار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية خالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية على الفحاوة والاستقبال الطيب اللي لقيناه. بكل أمانة احنا اليوم في مرحلة تقييم لجميع ما رأيناه والتقينا فيه من فرص استثمارية قادمة في المملكة الأردنية في مختلف القطاعات. هدف اليوم برنامج الوفود التجارية الصناعية ليس فقط إيجاد فرص استثمارية في المملكة الأردنية، ولكن وجود تبادل في الفرص الاستثمارية بين الجانبين. ما تم الاطلاع عليه بهالأمر خصوصا في العرض المقدم من هيئة الاستثمار كان جدا طموح وكان جدا واعد وكان جدا عالي في التوقعات الموجودة في الوفد التجاري الصناعي من دولة الكويت. ونتمنى عن قريب أن نحقق هدف هذا البرنامج اللي هي إيجاد قاعدة اقتصادية مشتركة أكبر مما هو موجود الحين، واللي تم ذكره في تقريركم 18 مليار دولار حجم الاستثمارات. هو ليس بالطموح اللي إحنا متطلعين له في الفترة الحالية، ونتطلع أضعاف أضعاف هذا في المرحلة القادمة إن شاء الله. نعم، إذا أردنا أن نتحدث يعني عن تطوير الاستثمارات المتبادلة، هل هناك دراسة لإنشاء مدينة صناعية مشتركة بين الكويت والأردن؟ حقيقة لفت انتباهنا التجربة الأردنية العراقية في المنطقة المشتركة للمدينة الصناعية الاقتصادية. نعم. هذا أحد أهم الأمور اللي لفت انتباهنا والتجربة المقامة في الوقت الحالي. الأمر الثاني اللي لفت انتباهنا اللي هي حقيقة مدينة المفرق، إذا تقول الاسم سليم، الصناعية. نعم. والأسواق القريبة لهذه المدينة في التسويق في المرحلة القادمة. نعم، هناك عندنا طموح أن نعمل تجربة مشابهة مع الجانب الأردني، سواء كانت في داخل الدولة أو في مواقع مشتركة كمشاريع بين الدولتين في المرحلة القادمة. وأيضا هذا يعتمد على دراسة الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري من هذه المشاريع اللي تم مناقشتها مع مختلف الجهات المعنية في إقامة المدن الصناعية في اجتماعاتنا السابقة. نعم سيد عبد الكريم، كان هناك أيضا حديث عن تجديد وتفعيل اتفاقيات مشتركة بين الأردن والكويت، ما أبرز هذه الاتفاقيات؟ نعم، حقيقة وجدنا أن هناك في نقص في القاعدة الفنية بيننا وبين المملكة الأردنية الهاشمية فيما يخص تسهيل التبادل التجاري، وهي مسألة المواصفات والمقاييس. إلى اليوم لا يوجد عندنا أي مذكرة تفاهم أو أي اتفاقية تختص في المواصفات والمقاييس اللي معنية فيها المنتجات التي قاعدة تتبادل بين الدولتين. فاليوم احنا مقبلين على طرح فكرة اتفاقية مشتركة بين الدولتين لتحديد كشف بالسلع التي يسهل دخولها وخروجها بين البلدين، بالإضافة إلى
وجود فكرة عمل اتفاقية شاملة لإنشاء المدن الصناعية. احنا عندنا مذكرة تفاهم ولكنها لم ترتقي إلى مذكرة والتي هي تدخل في حيز التنفيذ. هذيل الأمرين حقيقة سيكونون أول خطوات اللي راح نعمل فيها بعد رجوعنا إن شاء الله في هذه الزيارة. نعم سيد عبد الكريم، أيضا سؤال أخير، يعني ما رأيكم في البيئة الاستثمارية الأردنية؟ نعم حقيقة جدا واعدة، ومن يغفل عن هذه السوق في المرحلة الحالية ستفوته الكثير من الفرص. اليوم هناك بنى تحتية جاهزة للعمل في الوقت الحالي في المملكة الأردنية الهاشمية، يجب أن يستفيد منها حقيقة المستثمرين والاقتصاديين في دولة الكويت، وأيضا قرب الأسواق اللي موجودة والطاقة الشرائية الكبيرة الموجودة حوالين المملكة الأردنية، بالإضافة للاتفاقيات العالمية التي قامت فيها المملكة الأردنية الهاشمية ممكن الاستفادة منها من خلال عمل اتفاقيات اقتصادية ثنائية، وتكون هي البوابة أيضا لتسويق المنتج الكويتي إلى خارج حدود أيضا المملكة الأردنية الهاشمية. رئيس وفد رجال الأعمال الكويتي ومدير عام الهيئة العامة للصناعة الكويتية عبد الكريم التقي، شكرا جزيلا لك.